ارحب بيكم في منظره شوقي ابو داوود. رحب بالحاج الحاج مختار ونورت قريه برناشق الله الخضراء الله يخليك ومركز العرب محافظه الجيزه. عرفنا بضيوفك الكرام وعم الحاج محمود ابو علي مختار اهلا القريه والحاج محمود محمد عبد نوير اهلا بك ضابط مقاتل مسلحه سابقا والاستاذ سعد عبد الجيد الخبيري ناظر مدرسه ثانوي مقرر برناشق. والله برناشق دي بلد جميله جدا وبتقع في مركز البدرشين محافظه الجيزه. سمعنا دايما عليها عن حاجات جميله. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر افتتح فيها حاجات وعمل فيها حاجات كبيره. يا ريت لو تكلمونا عن الذكريات الحلوه دي. اتفضل محمد محمود لو تفضل. بالنسبه لقريه برناشق، قريه برناشق اكبر قريه في مركز العيار. يعني من القرى اللي عدد سكانها قد ايه كده؟ حوالي 5000 او 5000 50000 نسمه. 50000 نسمه. 50000 نسمه. احكي لنا بقى على الذكريات فيها. الذكريات فيها جمال عبد الناصر جه فتح البلد دي، اول بلد اول قريه فتحها جمال عبد الناصر. ايوه. لان هي قريه كبيره وقريه فيها قريه نموذجيه، تعتبر قريه نموذجيه. ايوه. فجه فتحها ولما شاف الزرع اللي فيها والقدره اللي فيها فسماها تونس الخضراء. ايوه. وفتح فيها مشاريع كثيره موجوده حاليا لغايه الوقت ومدارس و انشا فيها وحده محليه واحدة على مساحه 20 فدان. ايوه. مجمعه كامله. بيها تعليم وبها صحة. أيوة. ومشروعات متكاملة يعني. أيوة. فهي مجمع تعليم كبير على مستوى عالي بمدرسة الاثنين ابتدائي واعدادي وثانوي ومعهد ازهري. وفيها وحدة صحية عبارة عن مستشفيتين مستوصف ووحدة صحية بتقوم بخدمة القرية. جميل جدا. وبيها مركز شباب على مساحة فدانين بيقوم بخدمة شباب القرية. يعني يعني الحاجات دي كلها الذكرى بقى اللي انتم بتحملوها من زياره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، يعني الحكاوي اللي بتدور بينكم دايما، يعني ايه الحاجه اللي بتتداول في بتفتخر ان هو جه زار القريه دي. يعني احكي لنا على الزياره دي. فتح فيها مشاريع. أيوة. وقابل انها كان فيها مستشفى وكان فيها مستشفى فتح فيها مستشفى كان فيها حوالي 12 سرير مع حبس كان فيها دكاتره وزادت لغايه دلوقتي المستشفى شغاله والمستوصف شغال. يعني كانوا بيقولوا عليها تونس الخضراء دي. طيب. سماها تونس الخضراء بنسبه الخضره اللي هو شافها فيها. يعني هي بتشتغل بزراعه الخضار. بتشتغل بزراعه الخضار والنخيل. ايوه. وكان في مصنع بلح موجود فيها كده. وكان فيها مصالح كثيره هي موجوده حاليا فتح جمال عبد الناصر. وعمل بصمه كبيره طبعا في البلد كذا مشروع اتعمل بيه. يعني وزيارته دي كانت زياره مشرفه بصراحه. نمت البلد من زراعه ومصالح كثيره قوي. لا الزياره دي كانت زياره دي كانت سنه 1955. ايوه. وكان الكره اللي مجاوره لقريه برناشق كانت كثافه مش زي دلوقتي، يعني كانت كثافه قليله وما زالت الكره كلها جمعت بترحب بالرئيس. وانا سمعت يعني الزياره ديت انا طبعا ما حضرتهاش ولا حاجه، ولكن كان مع الرئيس الروسي نشوف كان معاه في الزياره. فسمعنا بقى لنا في الاذاعه، ما كانش في تلفزيون انتشر كده يعني. سمعنا بقى لنا في الاذاعه اللي بنته يعني من الحفاوه اللي شافها يعني قال لي يا ليتني كنت معنا في برناشق. الحفاوه اللي شافها في الزياره يعني. ده اللي هو فرشوب الرئيس الروسي. واطلق عليها توت الخضراء. اطلق عليها قريه توت الخضراء، الخضره اللي شافها يعني. فيها خضره كويسه. طيب من الحاجات المنشوره عندكم مثلا، احنا دايما بنحب نسمع ان اهل الخير. دايما في البلد بيبقى مشهور حد باهل بعمل خير. عندنا اهل الخير كتير. اللي هي المجالس العرفيه. المجالس العرفيه هنا. يعني غير المجالس العرفيه يعني بيبقى دايما بنسمع ان فلان او عيله فلان او بعض الناس الطيبه عملت كذا للاسره ككل. فمين اللي بيعمل حاجه زي كده؟ لا في جامعات يا استاذ، في جامعات خيريه، في جامعات اكثر من جمعيه يعني. انا عضو فيها. اسمها جمعيه نهر اهل الجنه. فدي بتساعد في زواج اليتيمات. ايوه. يعني مثلا بتدى لهم جهاز مثلا ثلاجه وتلفزيون، بيجوا مثلا ما يفيد يعني سنه الزواج، والجمعيه بتقوم بعمل لازم له. يعني الجواز عندكم هنا سهل ولا في مشاكل؟ لا ان شاء الله سهل. سهل يعني. لا يعني برضه في شقق. والمشكله اللي في الجواز حاليا المهور العالي. ايوه. المهور العالي ده بتعمل مشاكل، بتكلف الناس تكلفه جامده. وفي سياده كفاله اليتيم. كفاله اليتيم دي اهم حاجه. وعموما العمل الطيب والعمل اللي بيبقى فيه خير بيدي دايما سعاده للانسان. يعني لما بتعمل خير او بتعمل عمل خير بتدي سعاده جامده جدا.
من أهم الحاجات عندكم جمعيات لكفالة اليتيم. هل الكفالة إن احنا نعلمه بس ولا الكفالة إن أنتوا بترعوه ولا الكفالة إيه بالظبط؟ ولا متابعة العمل مع الجمعية الخيرية اللي هي بتقوم بإيه؟ بتجمع الناس دي اللي هي عندها مشاكل أو جواز اليتيمات أو الحاجات يعني المطلوبة لمساعدة اليتامى أو مساعدة الناس. وبيبدأ مع حضرتك من درجة التعليم، بيبدأ من درجة التعليم درجة درجة لحد ما يكبر، بيقفوا مع لحد النهاية يعني بيساعدوه لحد نهاية المطاف لحد ما ربنا يكرمه ويشتغل ويبقى راجل وتمام ويفتح بيته وأسرته. بيتمنوه يعني يتمنى معاه لحد الآخر يعني. يعني أصل في ناس بتبص ساعات لكفالة اليتيم إن أنا أدفع قرشين للجمعية وما تابعش بحاجة. لا لا، المتابعة باستمرار ومراعية كاملة. مراعية كاملة، وواحد الأستاذ مثلا في المدرسة مثلا بيجوا الأيتام بيرفعوا عنهم مصاريف في المدرسة وبيساعدوهم في أي حاجة، بيقفوا جنبيهم يعني وقفة كاملة. يعني الأهالي هنا فيها التضامن. أهل الخير كتير، وفي ناس ما بتقولش يعني كتير بتعمل خير كتير ما بتقولش. أيوة. يعني أهل الخير كتير يعني برناشت يعني. طيب. يعني بلد طيب. يعني دايما في كل بلد بيبقى في دايما حكاية أو معلومة عن البلد احنا سمعناها منكم، لكن الحكاية المقصورة ايه؟ او الحكاية اللي هي نسمعها دايما في البلد من اول ما انت اتولدت لغاية ما طلعت، يقول لك حكاية فلان الفلاني ده دي رسمة متظبطة عندنا في الدماغ. يعني هتلاقي الحكاية دي بتخص عائلات، بتخص ممكن اشخاص معينة. هل في حاجة عندكم باقية غير حكاية ان زيارة الزعيم عبد الناصر حاجه بتتوارثها الاجيال؟ في توافق بين العائلات يعني مثلا العائلات بتقف مع بعض مثلا في وقت اي مشكله ولا اي مناسبه. التوافق ده ترابط بيتكلم بحاجه يعني حاجه. انا بتكلم على حكايه او قول مقصور دايما في برنامج بيتقال، او فلان الفلاني ده هو صح اللي بيخلص الموضوع ده او الحكايه دي. يعني انت عارف دايما في كل بلد، يعني احنا عندنا في بلدنا يقول لك عيلة فلان الفلاني العيلة دي هي لما تكون عندنا مشكلة نروح لها، وهم اللي عملوا في البلد ده ومسافرته البلد. مش موضوع عائلات يا استاذ، هي موضوع ان من كل عيلة بيبقى مثلا فرد ظاهر بيقدر يقوم بالوصف تتجمعوا كله مسائل العيلة بتتجمع وبيكون اي مشكلة حصلت في البلد ده جميل يعني من كل عيلة في راجل يعني العائلات كلها بتدور حوالينها الحكاية عيلة واحدة حكاية الخير بين العائلة الجماعة مش واحد بس يعني كله بيتفق على الخير. أيوة طبعا. طيب وفي طبعا جلسات عرفية كتير طبعا في أساس العائلات هنا كلها نسب وكلها متشابكة مع بعضيها ومترابطة، ففي مجموعة بتقوم بالموضوع ده. أنا عندنا عم الحاج سيد أبو عباس الخبيري وعندنا الشيخ طلعت أبو عوطة وعندنا عم الشيخ مصطفى أبو عطا الله وهم اللي بيعملوا جلسات مجموعة مع الحاج باسل على أبو داود وأستاذ صلاح بطران. أيوة. مجموعة كده أول ما يحدث أي مشكلة في ثانية بتلاقيهم موجودين وبييجوا يقعدوا في البيت معاك ويقول لك إحنا مش ماشيين من هنا لما تصطلح وتبقى النفوس راضية ومصطفيين وإخوات ويقعدوا معاك. المشاكل عبارة عن إيه مثلا؟ خناقات ولا نزاعات على أرض؟ لا المشاكل عندنا هنا واحد معدي احتجاج اطفال احتجاج اولاد حاجات بسيطه جدا لان القريه بتاعتنا في اثناء الثوره الحمد لله من الفتره دي كلها ما حصلتش فيها مشكله كبيره الحمد لله، وده من رضا ربنا علينا ان ما حصلتش فيها مشاكل. حصلت مشاكل في بلاد كتير في الجمهوريه بسبب الثوره، انما كقريتنا قريه برناشت والترابط والنسب اللي بينا والتشابك مع مشاكلها كلها سطحيه وبتنتهي في وقتها في نفس يعني اللحظه. في المدرسة بقى بتقابلك بتحلوا المشاكل ازاي يا استاذ؟ والله في مع اولئك الامور في المدرسة في مجلس امناء. ايوه برضه من دكتورين ومن مهتمين بالتعليم بيجتمعوا اي مشكلة بيشوفوها ويحلوها برضه ساعتها في مجلس ادارة المدرسة، اي قرار بياخد مجلس الادارة بحيث مثلا يقاوم الطالب مثلا طالب عامل مشكلة او حاجة. تعملوا مجموعات تقوية بقى موجودة مجموعات تقوية في المدرسة واجر ضابط دروس خصوصية؟ لا ما عندناش الحمد لله المجموعات كلها في المدرسة، المدرسة كلهم بيدوا في المدرسة مجموعات رسمية مسجلة اتورد وماشي بنظام وطلب كل واحد بياخد حقه. والحاج ايه رايك بقى في التعليم في القريه كويس؟ الحمد لله تمام. وفي بس نقطه حضرتك عندنا في كثافه الطلبه يعني احنا عاوزين مدارس تاني ما خصصتوش مدارس تانية؟ خصصنا المدرسة الثانوي هنا وردها موجودة حضرتك ومن فترة كبيرة خطناها في كنت عضو في المجلس المحلي وطلعناها قرار تخصيص موجود والأرض موجودة أملاك دولة. أيوة. يعني مش ملك يعني حد الأرض دي ملك أملاك الدولة؟ أملاك الدولة وتم تخصيصها تم تخصيصها وقفين الوقت على وزير الزراعة موافقة الزراعة يعني الزراعة ما وافقتش
وافد قبل كده وراح دماغ المحافظه ومش عارف ايه اللي تم واقف الورق يعني واقف يعني هتخش لجنه عليا للارض عشان تسلم الارض تسلم الارض طيب الامنيه التعليميه موافقه انها تملكه ولا في ناس الامنيه عاوزه يسلمها الارض اه يعني طب الارض دي مزروعه دلوقتي ولا ارض مزروعه من الاهالي من الاهالي اهالي وضعين يدوا عليه طب ما فيش حته ثانيه تكون في كاردون المباني لا ده المساحه 25 فدان حضرتك من اول هنا من بحر هنا لبحر الفيلا خاص الناس خاص هنا لحد كفر احمد 25 فدان ملك الدوله احنا عاوزين نبني اه يعني الارض دي املاك دوله املاك دوله والناس اللي بيزرعوها بيزرعوها بنظام الدوله لو نزعتها تنزعها الدوله اه هم وضع يد قاعدين فيها وضع يد لما بيجي بيتعمل فيها مشروع او اي مصلحه الناس بتسيبها يعني في مشاكل يعني كده احنا عندنا في المدرسه الثانويه هنا في كثافه عاليه في رسوم خشبيه لحد دلوقتي عندنا عشان نقلل الكثافه من المدرسه ما فيهاش امكانيات عاوزين مدرسه جديده حتى عاوزين عندكم توسيع او توسع عايز ان انت تتوسع في المدرسه طب هي تبعد عن هنا بعيد ولا قريبه؟ لا قريبه جدا حوالي كيلو بالنسبه جاي المشكله بتاع البلد كمان هنا اللي هو الصرف الصحي دوائر بيرموا دوائر الصرف الصحي يعني في اتعملت في اتعملت مشاريع اتعمل بدا من حوالي 16 سنه ولا 16 سنه من 15 سنه هو عمل الصرف حضرتك بداوا فيه وكذا من اول جهه اشتغل فيه ووقف ووقف حاليا المواسير موجوده كل حاجه موجوده بس مش عاوز احنا سمعنا حضرتك الايام دي ان احنا تم اعتماد 8 كره بحر مركز العياط من ضمنهم قريه دمشق هيتم العمل فيها يعني هي برنس تعتبر تبع العياط ولا تبع العياط تبع العياط دخلها سبع بلاد اللي حواليها يعني هي القريه النموذجيه تتبع سبع بلاد حواليها برنس تبع العياط مركز العياط محافظه القصيم طيب احنا ممكن نروح نشوف المدرسه اه حضرتك تحت امرك موجوده اه طيب يعني نقوم نبص عليها كده بس ان شاء الله اتفضل يعني ارض اوقاف ولا املاك دوله ولا ارض املاك دوله تبع مصرف الليبياني الملغي اه تم تخصيصها على مساحه فدانين هي عرضها 220 متر اه وهي عباره عن 21 فدان ملغي ملغي املاك دوله واحنا عملنا على المشروع ده عشان عندنا كثافه طلابيه فاضل 70 طالب اه وما عندناش مدارس ثانيه يعني الارض دي انتوا بتطالبوا انها تتخصص تبقى مدرسه زي المدارس اللي احنا شفناها معانا مدير المدرسه الثانوي وهو عنده كثافه يقول حضرتك يعني. المدرسه دي يعني هنا بتخدم سبع بلاد ايوه مش برنش بس الادوار سبع كره بحضرتك سبع كره ماشي وده المدخل بتاعها ده الارض اه ده المدخل بتاعها الارض ده عملنا تخصيص وراح المحافظه دي كلها نقطه الزراعه الزراعه توفر لنا ان احنا نبدا الابنيه التعليميه تبدا تشتغل فيها بلد محتاجاها يعني ان شاء الله ان شاء الله ان تتعمل مدرسه تساعدونا فيها يعني ان شاء الله ماشي نتفضل بقى زي ما شفنا مشكلة المدرسة والأرض الكبيرة جدا دي ونتمنى إنها إن شاء الله تتحل يعني إيه رأيك يا حاج سعيد في اللي بيحصل ده؟ إن شاء الله يبقى في حل بالمسؤولين ونتحرك إن شاء الله في الموضوع ونحل القصص دي إن شاء الله أهل الخير وأهل القرية يعني إن شاء الله مع المسؤولين ونحل المواضيع المدرسة ونحل مشكلة كثافة الطلبة دي قول بقى مين معانا النهارده كده حبايبي مرحبا بيك يا عم الحاج مختار وبضيوفنا بمنظره علي الدوجي اللي هي منظره برناشك الاول الحاج عبد الرازق ابو السعود محمد الحاج هاشم مبارك عبدائي الحاج هاشم ده علم علم والشيخ محمود وقال عطا الله الشيخ بالقار يعني ازيك يا شيخ مرحبا بيك يعني انا واحنا جايين كنا شايفين في زراعات كتيره ما شاء الله عليها يعني انا يهمني ان انا اعرف الزراعه عندكم ايه طبعا حاج انت بقى يعني نقيب الفلاحين والناس الاداره على العالم زي ما بيقولوا طبعا انا برحب بقناه مصر الزراعيه قناتك يا حاج طبعا قناتنا كلنا وطبعا قناه الفلاحين
وبتعمل يعني شغل اكتر من لازم للفلاح. ربنا يعزك. وهي القناه دي اللي معروفه على المستوى الدولي. طبعا هنا بنشتهر بزراعه البوطه، زراعه الخيار، الملوخيه، الباميه، يعني خضروات. طبعا زائد زراعه القمح. طبعا الفلاح النهارده القانون 92 سنه 96 ضرب الفلاح الصغير. انا كصفتي رئيس الاتحاد العام للخبز صغار المزارعين على مستوى الدوله برقص 150 نقابه على مستوى الدوله، وطبعا بتنقل في جميع المحافظات. طبعا برنامج دي مسكت راسي وبرحب بيهم. طبعا القانون دي ضرب الفلاح الصغير، العلاقه بين المالك والمستاجر. طبعا لما جمال عبد الناصر قال لك الناس ما تطلعش الارض، السادات قال لك اقسم بالنص. طبعا الرئيس السابق محمد حسني مبارك طرد المستاجر من صاحب الملك، اصبح صاحب الملك النهارده بيتحكم في المستاجر. فالنهارده عايزين توزيع الاراضي الصحراويه على شباب الخارجيين وصغار المزارعين. احنا عندنا 51,000 فدان املاك دوله فوق برنشط من اول دهشور حتى جرزه، واخدينهم الحيتان اصحاب النفوذ الغليظه. يعني انا معاك ان لازم الحاجات دي تتوزع، بس انا عايز اعرف بقى الحاج برضو بيزرع ايه برضو عشان يبقى الحديث كده دايب. نفس اللي قاله الاستاذ الحاج، هو نفس الكلام ده. انت زرع ايه؟ والخيار والطماطم اللي هو على مستوى الجيزه، المنطقه بتاعتنا بتاع العيار. وهي اللي بتمول سوق الخضار طبعا. يعني منطقه برناشت اللي هي بالعيار هي اللي بتقوم بجميع المحاصيل الزراعيه على مستوى الجمهوريه. يعني الناس بتيجي من الجيزه ومن اسيوط ومن اسكندريه، الجماعه اللي هم بتاع العربيات اللي هم بياخدوا الخضار يودوه سوق الخضار والعبور بتنزلوا بقى من اكتوبر بيجوا الى المنطقه دي على مستوى الجمهوريه. كل الجماعه اللي هم المعلمين بيجي ياخدوا الطماطم من هنا. فاحنا عاوزين وقفه كده، الحكومه تقف معانا وتيجي تشوف الارض دي، الفلاح بيتخرب بيته. عايزين يفتح بقى ايوه يا باشا كده. يعني ايه عايزين ان شاء الله الفلاح التسميد يبقى ايه يخف شويه والدواء يصعب. ازاي انا ما اعرفش اصعب الدواء ازاي؟ لما انا في هو اللي سيادتك يا باشا في يعني مثلا انت مش قادر تسعر الدواء دي هناك في المكان بتاعه، تعال سعره هنا في الدكان بتاع المحل بتاعه. خش اللجنه كده وتجيب الحاجه اللي هي موجوده، تعال اهدي يشوف هو صالح ولا مش صالح، دي ثمنه كام؟ انت بتتكلم في قضيه مهمه جدا، انت قصدك دي ثمنه كام؟ غش المبيدات. ايوه يا باشا سعر كام؟ يعني ممكن شويه ميه بيحلو يقول لك دواء، ما هو ما فيش حد عايزين رقابه. والفلاح بيجيب جميع الادويه مش نافع فيه، عايزين رقابه يعني جميع الادويه بيجيبها اي ما فيش اي حاجه بتباع، عايزين رقابه اتدمر بقى من جهه ادويه السبب يعني لان مغشوشه ومهربه من الصين واسرائيل. وانا كلمت في هذا الموضوع اكتر من 30 حلقه. طب ما فيش هنا اداره زي شرطه المسطحات المائيه او من بعض المهندسين بتوع المكافحه يحرروا محاضر لهؤلاء؟ هو المفروض مركز البحوث الزراعي يشرف على المبيدات الحشريه. ما هو مركز البحوث، لان الفلاح النهارده بيرش اي كلام. ممكن يرش مبيد سم يضر نفسه ويضر المواطنين. فاحنا عايزين، وفين مرشد الجمعيه؟ مرشد الجمعيه المفروض يفوت على الفلاح يقول له رش كذا وهات نوع كذا، والمفروض يبقى في رقابه على المحلات، المحل اللي هو مرخص انا الفلاح اشتري منه. وانا عندنا مركز ارشاد هنا في البلد شغال مقفول ما حدش بيجيله خالص. ان شاء الله نيجي نصوره المره الجايه يكون شغال. هو يعني مركز الارشاد دي المفروض هو اللي بيوعي الفلاح. يعني لا يقام فينا دوت ما فيش ليه؟ ما بيجيش كل واحد. سنه بيجي واحد شويه كده لجنه. حضرتك عندك ارض زريحة ايه؟ مانجا. زريحة مانجا، يعني المانجا بتحتاج خدمه جامده جدا. طبعا. طيب وبتجيب الاسمده ولا الاسمده والمبيدات برضو مش هي طب مين اللي بيجيبها لك؟ انت اللي بتشتريها كده؟ بشتريها من محلات هنا في البلد. يعني ما فيش بيبقى معاك مرشد زراعي او واحد مثلا اخصائي فاكهه زراعه فاكهه يقول لك ان انت تستخدم مثلا المبيد ده في الوقت كذا او تستخدم العراس الصغرى؟ بس هو المناخ بقى بيبقى هو مش مظبوط، يعني ممكن ترش برضو الجو مش العوامل. لا خلي بالك، انا الرش بلام معمول صح هيؤدي الى نتيجه صح، لكن انا لما باخد ظواهر معينه وبنقلها، لما يكون عندي واحد عالم او فاهم بيستخدم المبيد او السماد حسب التوصيات الفنيه، لان كل حاجه لها وقتها. ايوه، ما اغلب الجماعه اللي هم بيبيعوا المبيدات مهندسين زراعيين، فانت بتاخد بكلامه. ولو ادالك حاجه مغشوشه انت مش عارف. انا مش عارف. طيب. ومش عارف سعرها برضو الحقيقي. طب الجمعيه هنا ملهاش دور؟ يعني الجمعيه هنا ما عندهاش مثلا مشرفين؟ لا الجمعيه تبص على الجمعيه لصرف الاسمده تقاوي
لا قصدي هو الجمعيه بتصرف ده مخزن المبيت من ايه من حق المشرف الزراعي. يعني انا انا شايف ان المفروض يبقى فيه في الجمعيه الزراعيه او في الارشاد او في الاداره الزراعيه من يشرف على موضوع المبيدات والاسمده، ولازم يبقى في عندك معمل تحليل للحاجات دي تتاكد من صحتها ولا لا. يا استاذ مختار يا بتعمل صحه السلم المبيدات كلها مغشوش على مستوى الدوله اغلبها يجيبوا عبوات ويقلدوها. الله ينور عليك، دي قضيه خطيره جدا. وهي الوزاره نفسها ما بتجيبش المبيدات للجمعيه عشان الجمعيه توزعها. وفي قضيه اكبر بقى، بتيجي للجمعيه لشويه الكمامه في بس في قضيه اكبر تحل مشكله الفلاح وترفع من انتاج الخضروات من القريه. المشكله دي وقع ايه؟ وقع مع البنك بنك القريه. البنك مدي الفلاحين قروض بقى فتره، القروض دي فايده عاليه قوي عماله ترفع ترفع ترفع. يعني الاصل الاساس ما يجيش قد المبلغ اللي موجود بتاع الفايده بقى 10%. يعني الفايده ايه 10 امثال المبلغ. عايزين تجميد الفوائد، عايزين تجميد الفوائد عشان ده يرفع انتاج الفلاح. هنا انتوا بتتعاملوا هنا مع بنك التنميه ويسمى البنك بنك الفلاحين. كان اول بنك التشغيل الزراعي والفايده اللي تزيد على 5%. النهارده الزراعي بيوصل ل 18، الاستثماري بيوصل ل 30% فايده مركبه. فانا بطالب الدكتور عطيه سالم بتجميد الفوائد وجدوله الاصل، لان الاصل طبعا لابد الدفاع. دي يعتبر القرار الثاني بعد الغاء قرار دعم القمح. طب انا بفهم ان بنك التنميه والائتمان الزراعي بيدي سلفتين، سلفه زراعيه بفايده 5% وهذه السلفة الزراعية بعد ما بتخلص زراعتك بتدفعها بتبقى الدنيا. لا ده بتوصل 18%. لا لكن السلفة الاستثمارية هي بتبقى الزراعية المفروض يبقى 5%. السلفة الزراعية موجودة هل الاستثمارية دي 12.5%. أيوة. بتوصل ل 18 اللي هي ل 30. طب انت هتحتاج ليه توصل ل 15؟ نعم. يعني الفلاح يحتاج، انا عايز اهم حاجة اللي هي الزراعة. الزراعة بس عشان الفلاح يبقى ويبقى مدتها 6 شهور بتاعتها. اصل ممكن واحد ياخد استثمار. البنك هدفه ان يدي فلوس للفلاح وياخد عموله وخلاص وياخد فوايد. فايده مركبه مش يعني مش الهدف ان يرفع الانتاج او يعني البنك لا يوفر مثلا دعم فني معلومات. لا يا استاذ مختار يعني انا راجل فلوسه بس. لا فلوس بس يعني انا راجل فلاح باخد 10000 جنيه بعد 5 سنين بقوم 70000. ده ما ينفعش. كون منين؟ معايا بدير معيش بيدير، طبعا بيدير بفايده مركبه بتزيد الفوائد. فاحنا بنطلب تجميد الفوائد وجدوله الاصل سليم عشان دي راحه الفلاح. طب انا كمان يعني ده ترفع الانتاج. يعني انت بتتكلم على السلفة الزراعية، السلفة الزراعية حسب معلوماتي انها 5% والسلفة الاستثمارية يعني بتوصل ل 12 و17%. لان دي بتبقى حاجة طويلة. حاجة استثمارية مالهاش دعوة، اهم حاجة الفلاح. السلفة الزراعية دي متواجدة ولا مش متواجدة؟ متواجدة بس يعني الحاج خدت سلفة زراعية وبتسددها كل قد ايه؟ بسدد بقى اللي معايا مع معيش بسدد ماسك كل سنة كل بتاع. انا كنت جايب على اجلين عشان عندي طبعا عيال مش ما اشتغلوش 4 عيال. فرحت جايب ايه؟ قلت اخد فدان في الجبل. فرحت جايب ايه على عجلين مش عارف 4800 حاجه كده. تسمين يعني. رحت واخد ايه؟ كان الفدان في الجبل بكام؟ ب 4000. ايجار يعني عشان طبعا ايه ما فيش شغل. قلت بقى ياخد ايه الفدان دي يشتغلوا فيه ياكلوا منه عيش بدل ما عيل ينحرف ولا حاجه. فطبعا كل سنه اجيب الطماطم تخسر معاك، الخيار يخسر معاك، الفلوس راقده زي ما هي. حتى عم بنطلب من السيد الوزير حتى يشيل الفوائد ده هي حتى نعرف نسدد اللي هو الاصل مش عارفين خالص. طب ايه رايكم يعني انا شوف انا جبت عملت محاوله بتعمل في الاتحاد الفلاحين عندك حاجه مفيش فايده تجمع تبرعات للوقوف جنب المتعسرين من الفلاحين؟ ما هو طبعا الحكومه لن تدعمنا ولا اي منظمه، احنا بندعم نفسينا. يعني اقصد زي ما بنعمل عمل خيري كده، مش كل الفلاحين اللي هيتعصبوا. الحكومه تعمل صندوق لطوارئ الفلاح. يعني انت قصدك ممكن يتعمل صندوق طوارئ الفلاح، يعني التامين على الزراعه. التامين على الفلاح بس. التامين على الفلاح، التامين الصحي ده احنا اتكلمنا فيه. التامين الصحي التامين الصحي على الفلاح وهو اسرته. انت مامن عليه صحيا يا حاج ولا موظف؟ كنت موظف كاتب. احنا اتكلمنا في التامين الصحي. كنت مع جمال عبد الناصر في الحرس كمان. كويس. ويوم ما مات جمال عبد الناصر كنت معاه في مطار القاهره، كان في مؤتمر بتاع فلسطين وانا كنت معاه جنب الطياره. يوم ما مات. بتشتغل في الزراعه انت بقى؟ انا بشتغل في الزراعه. والحاج بتشتغل في الزراعه عندك مانجا؟ يعني المساحه عندك قد ايه؟ في حدود قد ايه؟ حوالي 7-8 فدادين. ال7-8 فدادين كحيازه خدت منهم قرض من البنك سلفه زراعيه؟ واخد زراعه بس بيوصل 7% مش 5. عشان بتبقى بتتاخر. لا
هي بتوصل 7 برضه، بيعملوا عمولات كده وحاجات بتوصل 7 في الدنيا. بتوصل 7 في الدنيا. بتوصل 7 في الدنيا. اللي هي المصاريف الاداريه. ايوه طب انتوا يعني اقتراحاتكم ايه بالنسبه ان الخدمه دي تتطور اكتر؟ خدمه السلفه الزراعيه، انت ليك اقتراح مثلا بنك يقدم ايه اسهل او هو ما هي اقل حاجه 7% يعني يرفع المبالغ يعني ممكن يرفع 4% يرفع المبالغ يعني هو بيدوا للفدان 12000 يعني انتوا بتطالبوا ان البنك يوفر لكم مثلا مستلزمات انتاج يعني يوفر لكم اسمده ويوفر لكم تقاوي يعني ممكن تاخد القرض في صوره خدمه البنك دي تجاري يا استاذ انما المفروض الوزاره نفسها هي اللي يا استاذ مختار بالنسبه من الجيزه ومقابل الجامعات التعاونيه مصدومه ما فيش ماكينه زراعيه ما فيش تقاوي ما فيش مبيدات ما فيش الا سواد السواد اللي بيجوا طبعا الانتاج من فوق قليل لان الدوله بتنتج 7 مليون طن عشان تكفي التربه الزراعيه على مستوى الجمهوريه لازم توصل ل 16 مليون طن فاحنا بننتج 7 مليون طن اسمده يعني اسمده طبعا. فاحنا بنطالب بمصنع واثنين زي ابو قير والدلتا عشان نكفي التربه الزراعيه السمراء يعني حتى يصرف الفدان 4 شقايق انا معاك حاجه هاشم بس انا ليه نستخدم ليه ما نرجعش في استخداماتنا للحاجات الطبيعيه البدائل الطبيعيه المعتمده والكويسه ما هو بيحطوا رشه سباخه وسبله وحاجات زي كده برضه لازم لا انا عايز اقول ان المخصبات الحيويه ممكن نشتغل عليها ممكن مركز البحوث عاملين ابحاث كويسه جدا نتواصل معاهم وانتوا كاتحاد فلاحين تتواصلوا معاهم احنا مساعدين مستعدين. ما هو دي بقى على الارشاد المفروض الارشاد اللي هو يوجه الفلاح للحاجات دي عشان الوعي هي قناه مصر الزراعيه قناه ارشاديه هي بتعبكم وبنوصل لكم المعلومات من خلالها هي المشكله ان في تباعد يا عم الحاج في تباعد وبعدين الوقت الفلاح اعتمد على ان كل ما يكتر الكيماوي ياخد محصول ادي موضوع الازمه في الكيماوي يعني انت بتقول الكيماوي اذا قطر اكتر من بيطول الارض طبعا عندنا اغلب الفلاحين هو بيقول لك كتر الكيماوي المحصول يزيد لا ما هو هو فدول الفكاريس في 4 شجاير شتوي واربع نيل واربع صيفي ما يزيدش عن كده حلو هو الفلاح لو اتعود او انتوا عارفين في الري السماد ده بيدوم مع الري واغلبيته بيروح في الري فلازم اوقات التسميد نبقى عارفينها وتتعمل بمقادير محصول الحاجه اللي تهمني جدا ان احنا نتكلم فيها النهارده وانا شايف ان انتوا اكبر سوق خضار في مصر يعني زي ما تقولوا التسويق عندكم ايه هل التجار بيتعاملوا معاكم كويس ولا انتوا عندكم مشكله في التسويق عرض وطلب هو موضوع عرض مظلوم طيب التاجر بيكسب منه 3 ارباع كيلو الطماطم ب 50 قرش تلاقيها بره 3 جنيه احنا عايزين رقابه تومينيه على سوق العبور وسوق اكتوبر وجميع اسواق المحافظات طيب اللي انا عايز اقوله لك هل ما فكرتوش هنا في برناشت ان انتوا تعملوا شركات تسويق للفلاحين تاخد هي المنتج وتنزل بيها السوق وتبيعه هو المفروض مركز العياط يقيم المحاصيل وتعمل سوق ونوزع على ال 40 بلد بتوع مركز العياط بس يا باشا يا ريت كل مركز يعمل كده هم منعين الحاجات دي لان في هنا في المنشيه جنبينا سوق الخضار عدم ترخيص ما هي مش مرخص وهم على كمان حتى عايزين يشوفوا يعني ممكن نرخص عادي بس دي ايه بالسهل اصل دي مركز يعني إيه بدل ما اخد عربيه للعبور ب 240 بحط انا مثلا 100 جنيه جنبي وبرده بيدي مثلا دي التجار بيدي الحكومه ما التزمت بالاسعار بتاع المحاصيل وما نفذتش يا استاذ مختار في المشكله الكبيره في برنشت عاوزين توزيع الاراضي الصحراويه اللي هي املاك دوله وجدنا الحيتان بقى لهم 19 سنه اللي عنده 5 افدين 10 افدين يتقنن اكتر من 1000 جنيه اكتر من 1000 فدان تعالى يا تشتري بسعر النهارده يا سيب الباقي سليم لانه ما سارقين ميه النيل بقى لهم 19 سنه فرحان لي عامل لي حوض بمليون او باثنين مليون ماجر الفدان ب 5000 بقى له 19 سنه الفلاحين صغار المزارعين عايزين يزرعوا بيروح يزرع عنده يأجر من عنده يبقى الارض فوق بلدنا ويأجر من الحيتان ما ينفعش هذا الكلام ويا باشا ودي مشكلتنا ودي تبع هيئه التعمير يعني المشكله ده هي انت بالنسبه انت كنت بتقول فيها راي كويس جدا ايه رايك فيها؟ المشكله بتاع توزيع الاراضي اللي هم وزعوها الشباب بتاعنا وزرعوا على اساس ان ده هتحل مشكله الاراضي والشباب لان في كثافه سكانيه تحت هنا دلوقتي البطاله فلو نفتح مساحه الجبل فوق هتخف عندنا المشكله يعني نعمل قرى ونزرع وكل حاجه ونخف من الخطوط بس ده هيحل مشاكل كتيره جدا بس انا يهمني كمان التسويق
انا كان نفسي ان هنا في تتجمعوا تجمعوا شباب القريه طيب وتجيبوا عربيات وتنقلوا سوق العبور او سوق السوق ده اللي بيحصل طيب. دي بالنسبه للخضار اما بقى التسويق بقى اللي هي الحاجات الاستراتيجيه اللي هي مثل القمح والذره والقطن والفول والحاجات ديت المفروض الحكومه هي تاخد ايه تسوق الايه بالفلاح طب والراجل على حسب الماده 29 من الدستور الراجل زارع مانجا هنا اهو ما هو دي خضار طبعا فاكهه فاكهه الفاكهه طيب. والخضار عادي طب الفاكهه والخضار عادي طب والزراعه التعمديه اما القمح اللي كانوا عايزين يرخصوه ب 250 ويخصم 80 وبيعه ب 330 من 420 90 جنيه جت على الفلاح لا طب القمح دلوقتي اتعدل ما هو خلاص اتلغى القرار انا بنشكر برضه مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس سيد رئيس الجمهوريه بالغاء قرار دعم القمح لان كان يستفاد صاحب الملك وليس المستاجر فاحنا فرحانين بهذا الكلام لا الاستفاده كانت للحكومه بس لا والدوله وصاحب الملك صاحب الملك صاحب الملك انا ماجر فدان اروح اودي القمح يقسم عليا الفدان بيجيب 16 في المتوسط بيقسم 80 جنيه مطلوب ب 1300 جنيه على الفدان يبقى 16 ايه بيجيب 16 ارداب كل ارداب هيجي له 80 ما هي المشكلة دي؟ بس من 150 يا حاج هاشم دي هتبقى دلوقتي الحكاية دي اتحلت انما كانوا ب 120 حلو قوي يعني الحكاية دي محلولة جدا ان شاء الله لكن انا بتكلم وبصر على كلامي في السوق السوق ازاي نعمل احنا تسويق للمنتج حضرتك زرع مانجا لو انت قدرت توفر من الشباب بتاعة القرية مجموعة شركة تسويق او جمعية تسويق وتنزلوا بيها للاسواق هتعملوا دخل عالي جدا للفلاح نفسه على باب أرضه. الحاجة التانية المهمة جدا ان انا نفسي اسألكم فيها الزراعة التعاقدية، هل عندكم هنا في زراعة تعاقدية في لا بعض الشركات طب حد يعرف عن حضرتك تعرف حاجة عن الزراعة التعاقدية؟ لا الشركة بتتعاقد مع الفلاح وبعد كده تاخد الإنتاج بتاعه لا الزراعة التعاقدية يبقى من خلال الجمعية الزراعية وتحرر عقود لكل واحد قبل ما يزرع، النهاردة زرعتك دي إيه؟ وهتزرعها ازاي وهتاخد عليها خدمات ايه وهتبيعها لمين ده دي غير موجوده هنا هي مش موجوده عندنا غير موجوده في العيش ما بتحصلش معاك في زراعه المانجا موجوده موجوده في بياخدوها هنا جنبنا اهو خاصه بس ايه بيتعاقد مع الفلاح بسعر مثلا الكيلو كذا ان الرفع ملوش دعوه نقص ما انتوا التصدير شغاله من زمان يعني خضار بقى شغاله من زمان يعني انت شركات بتتعاقد مع ناس فلاحين بيزرعوا صور ايوه اللي هو الفاصوليا بيتعاقد معاك على الكيلو 7 جنيه حسب ظروف الجو بقى نايز. السعر بتاعه بيتعاقد معاه وبيكتب على شروطات وبيديله فلوس كل صوبه مثلا عليها 1000 جنيه كل بيدي طبعا لكن ما بتعملش الكلام ده في الجمعيه لا جمعيه مالهاش داعي طيب ما هو انا بتكلم الزراعه التعاقديه المفروض ان انا عندي ارض بيحصل في الجمعيه في تعاقد ما بيني وما بينها وهي بتتعاقد مع الجهه اللي هتورد الحاجه دي إذا ما كانش نعمل زي شركات التسويق. أنا يهمني بقى إن أنا أسمع منك كلمة على أمنية لك للزراعة أو تتمنى إيه للبلد هنا في الزراعة؟ منك أنت حاج الأول. نتمنى إن كل خير يبقى للزراعة في دولتنا. آه. كل أحسن شيء في بلدنا. الأسمدة وكل الأسمدة بس عايزين نرجو من السيد الوزير إن يشوف عملية الأسمدة دي. حاضر. لازم يسعرها لنا بأي طريقة. أنت بتطلب إن الرئيس يغش المبيدات؟ وتبقى الحاجه معروفه هي المفروض لو تبقى معروفه في الزراعه التعاقديه على فكره كلها فلوس بتيجي على الفلاح انا ما اعرفش ده منها كام وبص اسمع كلمه برضه من الحاج هاشم انا طبعا اللقاء اللي فات سمعت بطمن برنشت ومركز العياط والقرى المجاوره لبرنشت بان الصرف الصحي يتم خلال شهر لان مش تابع المحافظه هو تابع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وزاره الاسكان فالصرف متوقف من برنشت بقى له 14 سنه من 1997 تتمنى عزيز ان شاء الله خلال هو طبعا الميزانيه جت من بنك الإماء العربي الكويتي وطبعا ايه برنشت والكرة المجاوره لها ان شاء الله خلال شهر او اثنين هيتم ايه عمليه الصرف الصحي في برنشت والكرة المجاوره لها طيب انا املنا في الصرف الصحي حجر الاساس بتاعه معمول من 95 قديله 21 سنه 92 وتوقف 97 14 سنه سنه ما كان عبد الرحيم شحاته محافظ الجيزه والحج احنا منيتنا ان احنا نحل مشكله الكتابه الطلابيه والتلاميذ بالمدارس طيب. ونشئ المدارس الجديده دي بمناسبه المدارس بقى انت قلت لي ان في شباب عندهم مواهب هنا يا ريت بقى نسمعهم موجودين ان شاء الله ماشي يا حبيبي اتفضلوا بقى
الأخي المزارع، عند رعاية الزيتون خلال شهر مارس يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية. مرحلة التزهير تكون من بداية مارس حتى منتصف إبريل، ويراعى فيها ضبط الري بحيث تحتوي التربة على نسبة متزنة من الرطوبة، والحرص على عدم زيادة الري أو تعطيش الأشجار. أخي المزارع، عند رعاية الموالح خلال شهر مارس يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: الاهتمام بالري على أن يكون على الحاني خلال هذا الشهر نظرا لأن الأشجار تبدأ في النشاط وتخرج النموات الجديدة. يتوجب عدم إجراء أي عمليات عزيق خلال شهر مارس، ويمكن مقاومة الحشائش بالمبيدات المغصى بها. يكون الاهتمام بمقاومة عفن السرة في حالة وصول نسبة التزهير إلى 35%. ومن المهم متابعة التعامل مع الإصابة بالمن والتربس والبقة الخضراء وكذلك الذباب البيضاء بحسب التوصيات. في عمر كل محصول تفاصيل كثيرة لنمو وأثمار جيدة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الزراعة حياة. كيف نحمي المحصول ونكافح الآفات والأمراض؟ أول حاجة التربة نفسها، التمر لو صلبة في الجرح. كيف نحقق أفضل معدل للإنتاجية؟ بعبي كويس، مفيش بصمات في الزرع، مفيش أي تشوهات، مفيش الكلام ده كله، ببيع بسعر كويس. خلينا نعرف كمان معلومات عن الموز. الموز نبات حساس بطبيعته، ده هو وقت جمع المحصول. نتابع كافة تفاصيل الزراعة. الزراعة حياة. تشاهدون الزراعة حياة في الأوقات التالية على مصر الزراعية. اللي عندهم مواهب. الشيخ رجب المزغوني ممكن القرية. أهلا يا شيخ رجب. أهلا وسهلا. الأستاذ الصغير أحمد شوقي طالب مدرسة ثانوية بغرناشت. أهلا يا والأخت سارة عبد اللطيف. أهلا. عندهم مواهب بالمدرسة. يعني دول شباب كلهم ما شاء الله وتمازج جميلة جدا. نحب نفتح الجلسه كده بالحاجه اللي انتوا بتحبوا، يعني قراءه القران ولا يا شيخنا؟ ما اللي تفضلوا. طبعا القران خير في كل حاجه طبعا، البدايه والنهايه هو خير السلاح طبعا. طب يا ريت نسمع حاجه كده، ممكن تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الله الله الله. طب يعني القرآن دايما عندنا عاداتنا في البلد نقول نسهر، وكنا دايما نسمع القرآن دائما في جميع الأعداد، وليس القرآن يقرأ بس في المياتم، ولكن القرآن هو بركة ونور في البيت وفي الأعداد الطيبة. دايما القرآن هو يعني هو الحاجة الجميلة جدا اللي بتدي راحة للنفس والروح والأعداد طبعا. فبرضو نسمع منك حاجة يا عم الشيخ كده بصوتك الجميل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. يعني هل القرآن حضرتك طبعا هنا في أماكن تحفيظ القرآن في البلد؟ طبعا الكتاتيب والمعاهد الأزهرية موجودة في البلد. والإقبال عليها كويس إن شاء الله كده ولا نص نص؟ يعني أحيانا يعني كده وكده. طب يعني المعاهد ما شاء الله شغالة كويس، الكتاتيب اللي مبقاش عليها إقبال يعني زي الأول. ليه مصاريف ولا إيه؟ يعني الاولاد بقى المدارس واللي يعني الكتاتيب بمصاريف هنا ولا لا؟ لا 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 بقى كويسه بقى في اجازات المدارس يعني. عشان الاولاد في المدارس طبعا مش عندهم وقت للكتاتيب والحاجات دي. في معهد ديني بقى، المعهد الديني ده موجود على مستوى يعني كويس موجود في القريه يعني. معهد ديني. واحمد انت حفظت القران في الكتاتيب ولا في المعهد؟ حفظت في الكتاب عند الشيخ رضا عبد الله جبريل. وكنتوا كام واحد بقى بيحفظ القران كده؟ عادي يعني 20-30. 20-30 ده حاجة كويسة جدا. أيوه. والأخت سارة. ازيك يا سارة؟ حضرتك في سنة كام بقى؟ أنا في سنة تالتة ثانوي شعبة أدبية. مدرسة برنامج ثانوية مشتركة. يا ترى أنتِ بقى هواياتك إيه ولا بتحبي تقولي لنا إيه النهاردة؟
أنا هواياتي الإلقاء والإنشاد في الشعر. دخلت المسابقات على مستوى الإدارة وتم تصعيدي أنا وزملائي على مستوى المديرية بالفوز أنا وزملائي. وبيشرفني يعني إن أنا عضو في حزب الشعب الجمهوري في العياط في مركز العياط يعني. كويس جدا مقارب. يعني أنت ليكي نشاط سياسي. طب كويس. واللي اللي بيدعمونا في المدرسة يعني التربية الاجتماعية مس الأبلة منى والأبلة منال. الأبلة منى والأبلة منال. أيوه. طب نحييهم احنا طبعا ببرنامجنا هنا. أيوه. لأن طبعا برضه بيحلوا كل المشاكل اللي بتكون في المدرسة من سلوك عندكم مشاكل؟ انضباط مدرسي في بس مش بيحاولوا ان هم يمنعوا. طب أنا سعيد إن أنا بتقابل مع بنت من بنات برناشت التعليم عندها هدف جيد وبتلقي. أنا السنة دي تم ترشيحي للطالبة المثالية وتم فوزي بلقب الطالبة المثالية على مستوى. طب ده شيء جيد جدا. وأمين مساعد على أمين مساعد اتحاد الطلبة على مستوى المدرسة. طيب هتسمعينا إيه النهاردة من مواهبك أو من إلقائك بقى؟ أنا إلقاء إن شاء الله قصيدة بعنوان أسائر الكون من بنوري حلاوة كتبتها. طيب ماشي بس أنا هستسمعك إن صوتك يعني يعلى شوية عشان نقدر نسمعك. إن شاء الله يعني. بسم الله. ماشي. علي الطبقة يعني على قد ما تقدر. توكلي على الله. أسائل الكون أسائل الكون من بالنور حلاه ومن بصوت ومن بصوت وراء النجم ناداه. أجابني الكون أجابني الكون هذا يوم مولده هذا الذي تحلم الدنيا برؤياه. سماه أحمد سماه أحمد في الإنجيل خالقه جل الذي قبل بدء الخلق سماه. وكعبة الله وكعبة الله ودت لو تقبله جاء الذي حطم الأصنام كفاه. يا قوم يا قوم هذا نبي كل فطرته نور تبارك من بالنور سواه. لو خير النجم لو خير النجم ماذا يبتغي سكنا لاختار أحمد ملهوفا لسكناه. محمد محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداواه. ربنا يعني يبارك فيكي. يعني أنت تعلمتي ده في المدرسة ولا يعني من صغرك واخدة الموهبة دي؟ موهبة الإلقاء والإنشاد؟ عندي موهبة الإلقاء والإنشاد لكن اللي بينميه زي ما قلت لحضرتك التربية الاجتماعية جماعة التربية الاجتماعية عندنا في المدرسة يعني. طب وليكي أنشطة تانية مثلا زي أنشطة بقى التدبير المنزلي الطبيخ أكيد إن شاء الله والخياطة والحاجات دي ولا مفيش عندنا الكلام ده؟ لا أكيد عندنا يعني طبعا أكيد كل البنات في الأرياف أكيد عندها كل الحاجة يعني الرز يعني المعمر والحاجات الحلوة دي بتتعمل؟ أيوة. طب كويس جدا ده بيساعدنا ده بيساعدنا إن أنت عندك موهبة ومتعلمة ما شاء الله عليكي وكمان تقدري تدير منزل تبقي أم صالحة بعد كده في المستقبل إن شاء الله. وكمان خدمة القرآن الكريم 9 مرات. اللهم صل على النبي. ده شيء طيب جدا يعني يا حاج شوقي يعني الـ 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 ما شاء الله البنات هنا والشباب حاجه تفرح يعني. القريه عندنا فيها مواهب حلوه يعني وفي اكتر من كده يعني كتير وكل المجالات ده القريه. لا يعني انا يعني شايف يعني. انا شايف ان تعليم وادب واخلاق يعني ده شيء يسعدنا جدا ان برناشت بلد الرجال واللي زارها الزعيم عبد الناصر وفيها المواهب الحلوه فيها مواهب وعايزه تنمى اكتر واكتر. وزي ما قلت لحضرتك كده مشكله المدرسه عاوزين نحلها عشان الكثافه الطلابيه. ونحن في عهد السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي راجل بيخاف على الدوله وعاوز ينميها وفتحها اكبر ونتمنى منه كل خير وربنا يعينه. وبالشغل بتاعنا وبعملنا ان شاء الله كل ده. طب انت ما عندكيش يعني انت نفسك تطلعي ايه او امنيتك بقى؟ يعني ليك الشخصية يعني عايزة تبقي في المستقبل ايه بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله صحافة واعلام. صحافة واعلام يعني ضمنتي وظيفة معانا ان شاء الله. وانت نفسك في المستقبل تبقى ايه؟ باذن الله ابقى طبيب باذن الله. طبيب حافظ للقرآن. جميلة جدا.
وطبعا الشيخ انت من احلى الاصوات اللي احنا سمعناها. يا ترى ليك امنيه هنا للقريه برناشت، نفسك تشوف حاجه معينه او تدعو لحاجه معينه؟ اتمنى الاهتمام بتعليم القران وحفظ القران في القريه، ويكون في تشجيع احسن اكتر من كده. طب ممكن يبقى دور حضرتك في تحفيز الشباب برضه؟ والله احنا بنحاول على قد ما بنقدر في الكتاتيب وفي المعاهد الازهريه، وربنا يصلح الحال ان شاء الله. طيب يعني انا يعني نفسي في الختام كده اسمع حاجه من حضرتك، ايه كده ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رددناه أسفل سافلين. الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. طبعا يعني قراءة القرآن دي بتدي هدوء للنفس وراحة للبال. طبعا أنا عايز برضو أختم، أنت كنت قلت ليكي قصيدة جميلة جدا. أنا قلت قصيدة إنشاد إن شاء الله. قمر ولا إيه؟ هتقولي إيه؟ أنا اتنين. قمر وأنت أمر الله فجر لماهر زين. بس خلينا في كاميرون بقى. ماشي. عشان كاميرون دي جميلة جدا. كاميرون 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 سيدنا النبي كاميرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله, الله, الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله, الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله, الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله, الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البارى يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي